قبل ما نبدأ نخش الإعدادات، عام حاول صور الشاشة، نزل تحت صور الشاشة حق الفيرموير اللي هو للشريحة والوايرلس. ندخل الحين سوفت وير، نحمل النسخة الجديدة والتحميل، ننتظر الحين نتخلص. السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. نتكلم معاكم اليوم عن السوفتوير الجديد اللي نزل الحين اللي هو 12.3 البيتا الرابع. راح اتكلم معاكم الحين البداية عن البيتا الثالث، بما انه قاعد يحمل الحين البيتا الرابع نتكلم معاكم عن البيتا الثالث. البيتا الثالث بالنسبة لي اسوأ نسخة نزلتها ابل من الاي او اس 12 من بعد 12.0.1، يعني من بديت معاكم نسخة البيتا، بيتا 12.1 12.2، أسوأ نسخة ذي. أول حاجة الباتري لأول مرة حين من آخر مرة استخدمت تقريبا ليفون 5S، الأسوأ جهاز عندي في الباتري. يعني كانت أبل بداية صدق ما تهتم في الباتري، يعني 3G 3GS الفور الفور اس الفايف الفايف اس ما كان الباتري فيها ممتاز، فإذا كنت أطلع برا لازم أخذ معي باور بانك. لكن منزل ايفون 6S بلس 7 بلس وال10 ممتاز، ال10S ممتاز بالنسبة لي، برضو ال10S هو أسوأ باتري في سلسلة اللي هو ال10S وال10S ماكس وال10R. 10S ماكس وال10R ممتاز أفضل من بكثير، لكن ال10S بالنسبة لي ممتاز برضو. لو طلعت الدوام أرجع بعد 6 ساعات أحط الجوال يشحن، أو أحيانا خلي يوم ثاني يعني أطلع من الصباح أرجع في الليل الجهاز فيه 10% 20% ممتاز. لكن الحين لا، أطلع برا 3 ساعات خلص الباتري أحطه يشحن. من بعد ما حطيت نسخة الـ 12.3 نسخة تجريبية الثالثة، نسخة تجريبية الأولى والثانية كانت ممتازة، الثالثة عدمت لي الباتري كلش. الحين الرابعة راح أجربها، فممكن يعدلون الباتري قبل ما تنزل العامة، وهذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية برضو الشريحة. أنا كانت عندي مشكلة في الكريدت كارد حقتي في البنك، وطلعوا لي كريدت كارد ثانية فحسابي وقف ما اقدر اسوي ابديت. ابل تقول لي حط بطاقه البنك حقتك عشان تقبل انك تسوي ابديت برضو حق البرامج. فانتظرت اسبوع او اسبوعين وطلع عندي بعد اسبوع او اسبوعين فوق ال 60 او 70 برنامج تحديث، ما انا عندي فوق ال 500 برنامج. خلينا نشوف، خلينا نشوف شوف كيف التعليق الخيول اللي طلع. الابلكيشن عندي 585 برنامج، طبعا كلهم استخدمهم صح، لكن في برامج مهمه بالنسبه لي عاد تعديلات ولا شيء كلها. من الجوال حقي 256 فحط اشياء كثيره فيه. ودي اسوي فيديوهات لحق البرامج اللي عندي واستعرضهم لكم، لكن تصير السلسله طويله وان شاء الله افكر فيها قدام. المهم ضغطت تحديث وكنت في البيت، كنت اسوي كذا شغله وقلت بطلع برا. فبالعاده طلعت برا واشبك على الشريحه، بما ما طفي الشريحه الوايرلس طلعت برا بشبك على الشريحه بيوقف التحديثات، لكن المشكله ما وقف. طلعت برا بعد ساعتين ثلاث ساعات اشوف البرامج حقتي كل ما تنقص التحديثات النوتيفيكيشن، طلع انه قاعد يحدث على الشريحه. قلت اوه حركه حلوه ان ابل فتحت تحديثات على الشريحه، ان اول ما تقدر تحدد على الوايرلس اكثر من 150 ميجا تقريبا لازم على الوايرلس، وعلى الشريحه ما تقدر تحدد. فطلعت عندي مشكله في الشريحه ان اصل الوايرلس ما يشتغل، فاتضح بعدين ان اصلا شبك الوايرلس الوايرلس ما يعطيني انترنت بالجوال، ما يعطيني في الشريحه. طفيت الشريحه ما يشتغل انترنت حتى لو اني شبك الوايرلس. فتميت اسبوع كامل على الشريحه والحمد لله ان عندي شريحه مفتوح انترنت. فالحين راح نشوف البيتا الرابع ان شاء الله يرجع لي الوايرلس. كانت حركه حلوه اني اقدر احدث برامج بس لازم تشبك على الوايرلس حتى لو انه ما عندك وايرلس، فحركه ما ادري كيف صارت. وبرضه مثل ما تشوفون هنا عندي مشكله في الاي كلاود. انا الاي كلاود استخدمها يعني استخدام يومي، كل ملفاتي موجود فيه، ملفات الدراسه وفيديوهات حقيني اي شيء حق الغناء كلها ارفعها في الاي كلاود، فمأجر 2 تيرا. فعندي مشكله هنا لو رفعت فيديو بعض الفيديوهات ما اقدر احملهم الاي كلاود، ما ادري ليش في الجوال. توقعت من الاي كلاود لان احيانا مثلا قلت سيرفرات ابل صارت فيها مشكله او شيء، لكن اتضح في النهايه ان المشكله من السوفت وير، لان اذا فتحت الايباد مثل ما تشوفون هنا بالايباد يحمل، شيء طبيعي بالايباد يحمل، واشوف المقطع نفسه بحمله في الايفون ما اقدر احمل في الايباد يحمل. فان شاء الله في ابل في النسخه هذه تعدل المشاكل دي كلها. انتظر معاكم الحين، اطلع الحين برا بروح الدوام، عندي ساعتين تقريبا دوام، برجع معاكم في الساعتين دي بشوف الجهاز هل الباتري كويس ولا مو باتري كويس. طبعا ما راح اكتشف ان الباتري كويس ولا مو كويس الا بعد استخدامي لاسبوع تقريبا. انا اتمنى ان ابل تعدل النسخه هذه، لان خلاص ابل من نسخه الاي او اس 12.3 ما فيها اي شيء جديد ذيك الدرجه، لها بس النيوز والتي في. هي النسخه مثل ما قلت لكم ذي علشان انه بتوقف النسخه على الايفون اس اي وال5S وبرضه ال6 وال6S، فالاجهزه القديمه اللي الحين بتوقف عليهم الجهاز يكون خلاص عليهم سوفت وير ممتاز ولا في خراب ولا في شيء. فقاعد تشد حيلها الحين تخلي النظام خلاص ممتاز قبل ما نوقف الدعم على الاجهزه. فان شاء الله تكون النسخه دي ممتازه ونشوف معاكم الساعتين، نرجع معاكم بعد ساعتين او ثلاث ساعات او يمكن اربع ساعات او برضه خمس ساعات.
نرجع معكم بعد ما أرجع من الدوام. نخلص الآيفون تحميل النظام، خلينا نتكلم عن السوفتويرات وأعلمكم بشكل بسيط عن الفروق بين تحديثات أبل أو أبل كيف تمشي بسلسلة تحديثاتها. طبعا بداية مثلا لو بنتكلم عن iOS 12، فإذا كنت أنت في iOS 11 ونقلت لايوس 12 فبتكون عندك ميزات قوية. ليش؟ لأن أول رقم تغير. أبل قسم الأرقام حقت لايوس على ثلاث أرقام. الرقم الأول على اليسار إذا تغير، مثل إذا كنت على 12 ورحت 13 راح تكون عندك ميزات جديدة أو تحديث جذري، يعني في ميزات كثيرة في التحديث. إذا لا، الرقم الثاني تغير، مثلا لو كنت في 12.1 مثلا ونزلت على 12.2 هذا التحديث، فالرقم الثاني تغير، فبرضو في ميزات نزلت، ميزة أو ميزتين أو ثلاث، المهم إنه في ميزات نزلت. لكن لا، إذا كنت أنت على الرقم الثاني مثلا 12.2 نزل تحديث 12.2.1 مثل هذا، فنزل عندك رقم ثالث، فيعتبر ما في ميزات، بس تحديثات أمنية، مثلا في خلل هنا أو الباتري أو الجهاز بطيء أو في كراش في بعض البرامج تطلع، يعني تعديلات بسيطة بس ما فيه تحديث. وبرضو إذا كنت 12.2.1 ونزل لك تحديث وتغير الرقم الثالث مثلا 12.2.2، هذا الرقم الثالث بس اللي تغير، فنفس الحركة ما في أي ميزات، فقط تعديلات في على النظام، استقرار النظام، الباتري تخلص عندك بسرعه كذا. لكن لو انك في 12.2.2 وتغير عندك مثلا الرقم الثاني اللي هو هذا هو، صرت الحين 12.3، فلازم تكون عندك ميزات جديده نزلت في النظام وتمشي مع الحركه دي. حتى لو انك تنزل عندك مثلا بعد سنه ينزل لايوس 13 كنت على 12.3 وتغير عندك الرقم الاول من 12 ل 13، برضو ميزات قويه راح تكون عندك، يعني تحديث جذري. بعدها بأسبوعين ثلاثة أسابيع على 100% إن بتكون في مشاكل، راح تنزل أبل بعدها iOS 13.0.1 مثلا، ما راح تعدل شيء بس بتنزل لك 13، راح يكون عندك 13.0.1. طبعا سامحوني على الخطة، هذه ما راح تكون فيها أي ميزة، فقط تعديل أن الرقم الثالث من الصفر نفسه، ما راح نتعلى الصفر. دقيقة بس خلها تها سكرين شوت ونستخدمها هنا أحسن. فكنت على هذا الإصدار 13.0، بعدها نزل عندك iOS 13.0.1، فالرقم الأول نفسه ما تغير، الرقم الثاني برضو نفسه ما تغير، الرقم الثالث اللي هو 1 هنا نزل كذا. أبل بس تحديثات أمنية، ثغرة في النظام، أشياء خفيفة تعدلت. طبعا سمحوني مثل ما قلت لكم على الخط لأن الجهاز واقف فما أقدر أكتب كذا. لكن إذا أنت كنت على مثلا 12.0 ونزلت على طول دايركت على 13 برضو في تحديثات كثيرة، أو هنا كنت ونزلت تحت برضو في تحديثات كثيرة. ليش؟ لأن تغير الرقم الأول فقط. هذا اللي كنت أتمنى أنكم تعرفونه قبل ما ننزل التحديث. رجعنا معكم، طبعا قلت إنه 5 ساعات بالكثير، خدت الحين تقريبا 9 ساعات، باقي شو تاخد 9 ساعات من ما طلعت من البيت وأنا قاعد أستخدم النظام التجريبي 12.3 النسخة التجريبية الرابعة. عجبتني النسخة، أفضل بكثير من القديمة، والبلوتوث قام يشتغل عندي، كل شيء قام يشتغل. فنجرب معكم الحين، نخش الإعدادات، نروح عام، نخش حول، نشوف الإصدار. النسخة الجديدة الحين صارت 16F5148A، النسخة القديمة 16F5139E، فالنسخة الجديدة الحين A، فيعتبر قربت على النسخة النهائية. مثل ما نعرف إن الA يعني قرب، لكن إلى الآن تقريبا في كذا نسخة بتنزل قدام، لأن إلى الآن بالنسخة الجولد اللي بتكون يعني هذا آخر نسخة وبتنزل حق العاملة، باقي كذا نسخة تقريبا. أوكي، لو ننزل تحت برضو نشوف المودم حق لاقط الشبكة والبلوتوث، حدثته برضو إلى الآن ماشيين على التحديث في كل مشاكل. صار الحين 1.05.03، القديم كان 1.05.02، ففي تحديث جديد. طبعا هذه التغييرات اللي هنا، تغييرات داخل النظام، ما في أي تغيير. مثل ما قلت لكم أبل بس جلسة تبي تضبط هذا السوفت، تبي ما تخلي فيه ولا مشكلة علشان خلاص توقف الدعم عن الاس اي والسكس والسكس بلس، وخلاص تنتقل على iOS 13 تبدأ مرحلة جديدة. فما في أي شيء جديد، لكن في شخص بالتويتر أعلن يقول حدث النظام الجديد هذا وجال إشعار إن كاميرا حقتها تقريبا كانت سوني، كتبها وهنا الكيو إكس 10، كانت قريبة من الآيفون واشتغل عند الNFC. كل يعرف إن الآيفون فيه الNFC، في الأندرويد الNFC تقدر تستخدم في نقل البرامج، نقل الصور، نفس البلوتوث. لكن أبل هنا في الآيفون موقفت الحركة، ما تقدر تستخدم الNFC إلا للشراء من الإنترنت مثل أبل باي أو صار عندك كرا أو شيء تقدر تشتري منها من الأشياء دي، فقط هذا اللي تقدر تسوي فيه. لكن ما أدري هل غلط في السوفتير هذا إن يوم حدث الجهاز كانت الكاميرا قريبة، اشتغلت الNFC عنده، طلع أن الكاميرا قريبة وتقدر تشبك عليها. طبعا ما قدر يشبك عليها لكن في حركة إن طلعت، فما أدري هل خلل أو إن أبو راح تفتح الNFC، ما أدري والله الآن. لكن هذا خبر وحبيت إني أشاركه معاكم. لو نشوف لك مثلا الأداء الجهاز، يوم طلعت من بيت الساعة تقريبا 12:40 كان الجهاز فيه تقريبا 98%، الحين في 33%. لو بنخش الإعدادات نشوف مدة الاستخدام،
استخدمت الحين إلى الآن 6 ساعات و53 دقيقة، يعني نقول 7 ساعات لو نشوف الأشياء اللي استخدمت فيها. مثل ما نشوف لو بنبدأ، آسف إن بالعربي كل شيء مقلوب عندي. مثل ما نشوف لو بدينا من هنا، هذا من الساعة 8 الصباح يوم صحيت، هنا تقريبا بديت أسوي الفيديو. أيوة، ثم هنا طلعت، هذا هنا كنت في الكلاسات، هنا طلعت من الكلاس، هذا قبل ساعتين تقريبا مشيت معاكم. فهذا استخدام يعني من الصباح. هنا ذي الوقت هذا اللي شحن الجهاز فول، هنا استخدامي كامل بعد ما كان فول. هذه البرامج اللي استخدمتهم كم دقيقة فيهم بس. فنرجع الحين نشوف مثلا أداء الجهاز في الجيك بنش. شال البرنامج، نفتح السي بي يو، نضغط عليه نشوف. بعد ما خلص مستغرب والله، ما توقعت انه بيكون كذا. يعني في المالتي كور 11279، في السنجل كور 4713، اتوقع افضل بكثير من القديم. لو نخش هنا احنا في النسخة الرابعة، فنبدا هذا الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. الاولى كانت 10959، الثانية وصلت 11005، الثالثة نزلت 10000، الحين لو وصلت 11000 فيعتبر ممتاز جدا. لو بنرجع تحت ما عندي نسخة وصلت 11000، فيعتبر مرتفع الاداء، فممتاز يعني. في النسخة التجريبية الرابعة الحين افضل بكثير من النسخ التجريبية اللي قبل. وبرضه في السنجل كور لو بنشوف نزلت شوي، بس نزلت يعني كم 90، ولانه كانت في الاولى 4800، ثاني برضه 4800، الثالث نزلت صارت 4764، الحين 4713. نزلت في السنجل كور، لكن المالتي كور ارتفعت، فيعتبر ممتاز. لو بنشوف الحين في اداء معالجة الصور حق الالعاب ولا شيء ذي، نرجع نضغط هنا، هذا الاداء هنا كان. بس خل نبدا نسوي هذا، بس الاداء عشان معالجه الرسوميات، قوه الالعاب انه ما يقطع، برضو حق الاخراج والاشياء دي كلها تكون هنا. في هذا قوه الاداء. رجعنا بعد ما خلص الحين، معالجه الصور 21072 في القديم. نخش هنا، الاسبوع اللي راح كان 21746، الحين شوي نزل، الحين 21072، فنزل تقريبا 700. نجرب مره ثانيه نشوف نتاكد، لان احيانا يتغير. صار الحين مثل ما نشوف 20648. لو نشوف النسخة القديمة اللي قبل شو سويناها، هذا نفس اليوم. النسخة اللي قبل 21072، الحين لا صار 20648، فنزل. خلينا نجي على النسخة اللي قبل شو سويناها، 21000 أفضل. بس هذا الأداء سويته. الحين نبدأ نسوي مثل ما تعودنا على السبيد تيست، نشوف سرعة الإنترنت على الوايرلس بداية، بعدين نشيك عليه على الشريحة. طيب كذا خلصنا الوايرلس، طفي الوايرلس نخليه على الشريحة. نجرب الحين حق سرعة الانترنت على الشريحة. خلصنا نخش على النتائج ونشيك. فهذا الوايرلس في النسخة هذه، الوايرلس في النسخة القديمة، هذا هو تقريبا الرافع، ما في فرق. التحميل برضو ما في فرق. لو بنشوف على الشريحة، الشريحة في فرق. في التحميل كان 77 في النسخة القديمة، الحين 142. في الرافع كان 14، الحين 9 وشوي. ففي فرق قوي في التحميل وفي فرق خفيف في الرافع. بس تقريبا هذا كل موجود في الأداء، ما في أي شيء جديد. استخدمت الجهاز يعني أشوف إنه ممتاز. خلال 7 ساعات ما شفت أي تعليق. أغلب المرات إذا حدثت الجهاز حق البيتا اللي هي النسخة التجريبية، أول ما أفتح أي برنامج يسوي كراش يطلع، بس استغربت من النسخة هذه ما سوت كراش، ما طلع من اي برنامج. حركة حلوة. وبس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع او تعليقاتكم تحت تهمني، وشغلوا برضو زر التنبيهات. والسلام عليكم.